مشاهدينا الاعزاء على هذه الصفحه يسعدنا ان نلتقي مع دكتور منير ويليام لبيب استشاري جراحه التجميل والامراض الجلديه بمستشفى ساحل التعليم. اهلا بيك معنا. اهلا وسهلا. طبعا بعد اصابه اي انسان بحادثه معينه تتسبب في احداث اعاقه طبعا ممكن يقعد على كرسي متحرك شيء من هذا القبيل فيبتدي يتعرض لمساله زياده الوزن. نتعرف من حضرتك ازاي نقدر نعالج مساله زياده الوزن ونسيطر عليها قبل ما تحصل، واذا حصلت نقدر نتخلص من الوزن ازاي بالذات. هو في البدايه لو اتكلمنا عن زياده الوزن او موضوع السمنه او البدانه المفرطه فاحنا بنقول ان هو عباره عن زياده وزن الجسم بنسبه تزيد عن 10% من المعدل الطبيعي. بمعنى ان كل واحد شخص سواء كان ذكر او انثى عند سن معين ليه وزن معين وليه طول معين، فبتتحسب بطريقه معينه. اذا زاد وزن هذا الشخص طبقا لسنه وجنسه عن 10% فاكثر ده يعتبر بدايه السمنه. والحقيقه لو اتكلمنا عن السمنه المفرطه فهذه موضوع لابد ان احنا في البدايه نتجنبه لان الوقايه فيه اقوى كتير من العلاج بالنسبه للسمنه المفرطه. وإذا اتكلمنا بالنسبة لطرق الوقاية أو إزاي إن الواحد يحافظ على جسمه أو يحافظ بحيث إن هو ما يزيدش، فالحقيقة لابد إن في البداية أقول إن السمنة هي عبارة عن أسلوب حياة، بمعنى إنه مش علاج وقتي أو علاج مؤقت هيتعمل لفترة محددة وبعدين هيتساب، لا ده أسلوب حياة. طول عمري أنا بطبق نظام غذائي معين زائد نظام رياضي معين. في البداية إذا اتكلمنا على النظام الغذائي فاحنا بنقول مثلا ان في بعض الاغذيه لابد من تناولها وفي بعض الاغذيه لا يمكن تناولها. يعني مثلا من الاغذيه اللي احنا ما ناكلهاش العيش بكافه انواعه اللي هو خالي من الرده، كافه انواع الدهون، كافه انواع اللحوم اللي هي فيها دهون، ايضا السمن والزبده والحاجات المتينه الكثيره جدا. اذا مسكنا مثلا الاسماك نبص نلاقي الاسماك المستديره زي الثعابين دي مثلا بتحتوي على كميه من الدهون عاليه. إذا مسكنا مثلا اللحوم لا اللحوم زي اللحوم الضاني دي مدهنة وتقيلة وهكذا. نفس الوقت في مجموعة من الأغذية اللي هي بيصرح بأكلها بصفة عامة زي مثلا أغلب الخضروات ونسبة كبيرة قوي من الفاكهة، زائد مثلا إذا رجعنا للحوم مثلا اللحوم البتلو دي مصرح بأكلها، اللحوم بكافة أنواعها اللي هي سواء كانت مسلوة أو مشوية مستحبة بطريقة كبيرة. أيضا إذا مسكنا الأسماك فالأسماك مثلا البطاطا زي البلطي والحاجات دي نسبة الدهون فيها أقل إذا قرينت بكافة أنواع الأسماك.